فإذا صار العبد تقيا فإنه يحظى بثمار الله سبحانه وتعالى بيدي ثمار. أولى هذه الثمار محبة الله تعالى. الزول يا جماعة لما نبقى تقي الموضوع ده ما داير صبر، إنه من يتقي ويصبر، التقوى دي دار صبر، والله دار صبر. شهوات منتشرة وانت ثابت ثابت يا خسي. في شباب والله رجال رجال، واحد يدعو للمعروف، والله قبل أيام اتصل بي واحد من برا من فرنسا، قال لي أنا من الدولة الفلانية وذكر لي دولة ما دار أسميها من المسلمين في فرنسا، قال لي في بيت عامل لي سحر 10 سنة، والسبب انه دعتني للمعصية وانا رفضتها 10 سنة، وصابر ثابت او ثابت الى الان، اسأل الله يثبته ويصرف عنه الشر. ديل كتار مش بيمشوا للمعصية، تجيهم في محلهم وفي بلد بتاعت فجور، يكون مشى لشغل ولا أو مضطر الى اخره، مشى لضرورة. فالمهم بعد ده يكون ثابت ويبتلى ويثبت، مش يمشي يفتش للمعصية. تاخذ تجيب الليل تتأخر في مستشفى ولا مع زول ولا كذا، تجي العربات في الشوارع مظللة يقيفوا للبنات، انت تقيف غبش كذي لما قلبك يقيف والبرد ضربك ما في زول بيقيف لك، والله تجي البيت دقيقتين تقيف يجي ونزل القذائف تفضلي ما تشوين بس راح يمشي طوال. ده لله شغلته دي، ده بعمله لله تعالى. هون واكن في الشوارع شاب في وسط الفتن دي والمعاصي، كونه يكون ثابت والله ده موفق، وده زور راجل. فده الله بحبه سبحانه وتعالى، الذي يتقي الله يحبه الله. الدليل في سورة التوبة في آخر الآية الرابعة وآخر الآية السابعة، آخر الآيتين واحد، ختم الله الآيتين بقوله تعالى إن الله يحب المتقين. ولما الله يحبك في علامات منها إنك بتبتلى، لما الله يحبك بيبتليك. إذا حب الله قوما ابتلاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فبتبتلى. وبعدين الزول بيحبه الله سبحانه وتعالى تلقاه محبوب في وسط أهل الخير. شكي في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل في لفظ فأحببه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. تعرف شوفوا من بعيد تقول والله زول لا ارتحت لي، والله بدي عارفه لك كم سنة أقول لك والله ما بعرفه، لكن بس ما شفته كده ارتحت لي. ليه؟ لأنه الله شنو بيحبه وجعل له القبول شنو في الأرض. من ثمار التقوى اثنين، التقي الله بيفتح له في الرزق. قال تعالى ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. زول يقول لك والله أنا شغال صعود لي فترة غايته فيها قروش، لكن هسي الشغلة دي قالوا حرام، لأن والله قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وها طيب كيف المسألة دي؟ كيف الله يخليه؟ لا الشغل ده والله فيه قروش كثير، العيش صاح بقت بجنيه، الكيس بقى بأربع كيس الصعود. وكلمني زول ما قاعد أسفر، لكن كلمني زول والله يقول لك الشغلة دي ماشى ماشى، يقوم يخلي الشغل ده وفيه قروش لكن محرم، خلاه لمنه؟ لله سبحانه وتعالى. ومن يتقي الله يجعل له شنو؟ مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول لك والله شغال لي في بنك
صح في وربا لكن نعم شنو ولا انا الشغله دي فيها مكيف وعربيه ومشت وما افتعب وشاكل بنطلون مع القميص والقاش يلمع وامور واضحه لابس نظاره وقاعد في الكمبيوتر في محل الربا محل يحارب فيها الله تعالى. يقول لك اها نسوي شنو امره الشغله دي ما بره حاره مولانا الشغله دي ما حاره ومن يتق الله يجعل له شنو مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حديث في المصنف ابن ابي شيبه وفي السلسله الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم وذكره البغوي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان روح القدس نفث في روعي او روعي ان نفسا لن تموت مش نفس لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب شنو رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصيه الله فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته. تتقي الله بيجيك الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث شنو لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بعدين يا اخي القروش لو كترت ما في بركه في الدنيا دي تعباك وفي الاخره حساب والله تلقاه بتاع سجاير قروش ماشيه وجايه ووك الى اخره بعد فتره تلقاه يقول لك الله زول ده جاو سرطان قروش وجت كملها ما بتسويش الزنا. فهذا الرزق مكتوب وهو من عند الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالزول يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يأكل الحرام الذي يغلق له باب السماء يمد يديه إلى السماء كما في صحيح مسلم يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. وقال قبلها وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ثم قال في ختام الحديث فأنى يستجاب له وفي لفظ فأنى يستجاب لذلك. الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. ثلاثة من فوائد التقوى محبة الله الرزق تيسير الأمور الله بيسر لك أمورك والله الذي لا إله غيره. في ناس كتار قايل نفسه أموره بتتيسر بالذكاء ولك الحياة دي ما بقيت مفتح موضوع ده بتدعب شديد ونحن والله أي شيء نلف وندور كذا لما نصليه في النهاية لا لا الله قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أربعة من فوائد التقوى أنها سبب لتكفير السيئات. الزول يا جماعة لما نبقى تقي الله بكفر له سيئاته ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. خمسة الإنسان لما نبقى تقي الله ببصره بيعرف طريق الحق من طريق الباطل بيوفقه. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل يعني بيهديك تعرف الحق من الباطل سبحانه وتعالى. ومن فوائد التقوى أنها سبب للنجاة يوم القيامة عند الصراط صراط الجسر المنصوب بين ظهراني جهنم جسر عظيم. في صحيح البخاري وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف منها أنه له خطاطيف وكلاليب كشوك السعدان طريق مضحضة مذلة تزل فيه الأقدام وبعدين مظلم وتحته النار وبين ظهراني جهنم يعني بعيد مسافته بعيدة جدا وأرق كما جاء في شرح السنة للبربهاري بتعليقات شيخ الفوزان قال أرق
من الشعر، من سبيبة الشعر يعني، وأحد من السيف. قال الفوزان: وأحر من الجمر، تحت ذات النار، والزول يطلع فيه. الزول اتقي ده، الله منجيه هناك. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها شنو جثيا. كذلك من ثمار التقوى أنها سبب للنجاة من النار. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها شنو الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، إلى آخر الآيات. ومن ثمار التقوى دخول الجنة: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن ثمار التقوى أن التقي من أولياء الله تعالى. دار تبقى ولي؟ أي ما إلا يجيب لك سبحة وبخور ويكون أبوك شيخ فلان حتى أنت تبقى ولي. لك أنت منو؟ محمد. محمد ود منو؟ ود عمر. لا ما ولي. وأنت؟ والله أنا عثمان. عثمان ود منو؟ عثمان ود يادين. لا ما ولي. وأنت؟ أها اسمي محمد. محمد ود منو؟ ود حسنين. ما ولي. وأنت؟ والله أنا اسمي تاج السر. تاج السر ود منو؟ ود الكباشي. بس التزات يا زول. ولاية بالأبو، الولاية بالأبو يا ناس، ولا الولاية بالإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا شنو يتقون. مؤمن وتقي أنت بتكون ولي لله تعالى، كما قال ابن كثير وكما قال السعدي رحمه الله تعالى وجمع من المفسرين. والآية واضحة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. عشان أنت ما تقول أنا ماسك في الأولياء، وقال لك لا خوف عليهم، هم ذاتهم الأولياء ذاتهم، مش لا خوف على الذين ينادونهم، ولا هم الأولياء يعني يحزنون. الكلام ده لهم مش للناس اللي بيتعلقوا بهم. ما قال لا خوف شنو عليهم، على الأولياء يعني، مش لا خوف على الناس اللي بيتعلقوا بهم. هسي ينادي في الشدائد: يا فلان الحقنا. تقول له ده ماله؟ يقول لك ده ولي. والولي أجارك الله لا بيطبق السنة وشغال بالبدع وزول دجال كذاب تعلف دور حاجات كثيرة جدا. زول ولي بيقول أنا بعلم الغيب، ده ولي يخالف كلام الله كذي، صادمه طق كذي. الله قال في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. مش واضحة؟ وقال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ده يقول أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. ده يكون ولي؟ والله ده ما ولي لله تعالى البصادم القرآن، والله ما ولي. وده ما ولي، ده ما ولي البصادم كلام الله، ده عدو لله تعالى. وده بتاع الختمية اسمه عبد الله العيدروس في كتاب محمد عثمان المرغني بتاع الختمية، وكتاب بعنوان فيوض البحور المتلاطمة. ذاك الثاني بتاع القادرية يقول: أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ده ولي لله تعالى، ده بتاع القادرية. ده بتاع السمانية اللي هو عبد المحمود نور الدايم، مؤلف له كتاب اسمه النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية. والناس لما يقول الأولياء في السودان ده بيربطوها بالصوفية، وديل ما أولياء. ما تزعل كلامنا بحرق الزول،
لكن والله ده خير لك، ما تزعل، خير في الليل تتقلب في المخدة وتصحى نظيف موحد كويس، تكون أمورك واضحة. لكن تمشي متكيف من المحاضرة وانت ما فهمت الحاصل، تكون غشيناك والله الذي لا إله غيره. زول في النصرة العلمية يقول عن عبد القادر الجيلاني، يقول قال الشيخ عبد القادر: الملائكة لهم شيوخ، الملائكة لهم شيوخ، والجن لهم شيوخ، والإنس لهم شيوخ، وأنا شيخ الكل. أنت فاهم كلامه ده؟ وأنا شيخ الكل. يقول الولي بيتطور، يعني تخش عليه تلقاه شاب، تخش عليه بعد شوية تلقاه بقى كبير، تخش عليه يتغير من بشر لحاجة تانية. عديل كده تطور الأولياء. يقول الملائكة بيستشفعوا لله بصالحي البشر، ملائكة. وكلام كثير ومصايب والله الذي لا إله غيره. غير الله يعلم الغيب، غير الله تحلف فيه في الكتاب ده ذاته، اللي هو النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، وده كله كلام يخالف شرع الله تعالى. كيف يكونوا ده الأولياء وكذب يكذبوا على الأمة؟ زول يقول لك الشيخ بيتقلب لأربعين نفر، واحد لأربعين. لو في زول بيتقلب لأربعين، باقي لك كان يوم بدر، ما كان الصحابة الواحد يتقلب لأربعين لما الله أمدهم بشنو؟ ملائكة. قال في كتاب ده برع القوم، في ناس بيزعلوا لكن في نحن في النهاية نبين لك الحق، كتاب اسمه لك سلام مني، قال شيخه أحمد طيب البشير نقله من زاهر الرياض، قال مشى مصر مصر ودخل صعيد مصر ووافق دخوله شهر رمضان، صفحة 40 لأربعة وأربعين من الكتاب ده لك سلام مني. والطبعة اللي كانت عندي دي 2003، الطبعة الثانية والثالثة 2003، والبرعي مات 2005 عشان ما يقول لك حرفوها بعد مات وكذا، ومات بعدها بسنتين. قال فوافق دخوله شهر رمضان، فدعاه في يوم واحد نحو 40 من تلامذته للإفطار عندهم. يلاقيه ده يقول له الشيخ أنا تلميذ، إن شاء الله تجي الليلة تفطر معانا في رمضان ده. يقول لك كويس بجيك. أمي الثاني يلاقيه بغادي من غير ما يعلم ده، يقول له الشيخ تجي تفطر معانا، مش مفروض يقول له عزموني؟ يقول له بجيك. والثالث بجيك، والرابع والخامس والعاشر والعشرين والثلاثين، نحو 40 قال كاتبة كذي كلهم عزمون، جد قال لهم بجيكم. قال فلما حان الوقت وغربت الشمس تطور الشيخ إلى عدد تلامذته. الشيخ اتقلب من واحد بقى شنو؟ هاي. ثم حضر عند كل واحد منهم، قام البرع يسوى فيها أبيات، قال في مصر تجزأ للأربعين أحد، والله كرامات ما بتدعد كالبحر بل أزيد. ولحد ما قال في مصر تجزأ للأربعين أحد، من واحد بقى كم؟ أربعين. تازي بتصدق كلام زي ده؟ كان بيصدقوا، نحن منوجع في حليقنا زاي، وكان ما بتصدقوا. الزول ده مش كذاب؟ بجوز تاخذ علم من كذاب؟ في الصوفيه ده في النهايه موضوع طويل يا اخي، ما في دين بتاع نوبات في شرع الله. جابوهم براهم، الله قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم شنو؟ بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن شنو؟ القلوب. دي كتاحه قايمه وهيجه وازعاج وبلاوي، لو ذكر لو علم شرعي ينشر ده ما يزعل، لكن كلها دقدقه وبلاوي وتل تل تل وكشلوا وكشلوا وجايبيننا بالموسيقى ومداحين، بعد شويه يقلبوا يبقوا فنانين، ما شايف الحاصل عليهم؟ بيلقوا الشغله مشت بيقلبوها طوالي، زي ديلك اولاد الصادق، ديلك امبراطور وما امبراطور والجماعه ديلك، بدوها مديحه الشغله مشت قلبوها بغادي طوالي، مع انهم رجعوا كويس مشوا كويس، لكن كله شر في النهايه، في لخبطوها كذي. وعليم ربهم في نهاية الأمر، الواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى وعلى الجميع. فكلها لخبطة والله الذي لا إله غيره.
مصيغة ومصائب. فلذلك الواجب على الناس أن يتقوا الله وأن يعلموا أن الولاية بالإيمان والتقوى. أنت ذاتك تبقى ولي هس الليلة دي، تبقى ولي قبل ما تنوم، بس مؤمن تقي، مؤمن موحد. لا تنادي شيخ، لا تعلق حجاب، لا تمشي لدجال تقول له رايحة وين، لا تعلق كمون في الطفل، لا المرأة تقول وحاد فلان، ولا الراجل يقول وحاد فلان. عقيدتك تبقى في الله نظيفة، وتكون تقي، تعمل الأوامر تجتنب النواهي. من يوم الليلة توب، وأي شيء قال لك ده حلال أو ده واجب أو الله أمر به وتعمله سبحانه وتعالى، ده حرمه رب العزة والجلال أو نهى عنه تجتنبه. أنت بتكون ولي؟ أنت قال الولاء دي شو؟ أنا ما لقيت الناس أسمه في البلد دي، عشان الزمن تم أو قرب، الناس إذا قلت ألا إن أولياء الله لا بيتذكروا أبا بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا الصحابة، ولا بيتذكروا الطوال، بيتذكرون شنو؟ سودانيين زي ونين. والسودانيين ممكن تكون ولي السودان، لكن ما ديل ديل غشوك ساي ناس والله غريبين. زول مش لي دجال يقول لي شوف لي الرايحة، وأبوه الشيخ كذي الدين واحدي واحدي ذاته ملانة بدع ومصايب فيها، طقطقة وشال سبحة ومصايب وبلاو، ويأذن الأذان ده قاعد في أوطه الدجال ده، وده المشاليه يجي الجامع يصلي ويرجع، في داعي ثاني يرجع له؟ الصلى في بيته ده، الصلى في بيته صلاته بكم درجة؟ مش واحدي؟ والصلى في الجامع بكم؟ 27. أبو 27 مش لأبو واحد يا جماعة؟ ولا مفروض الزول ده يجيبه ذاته كان في جاية؟ كلها لخبة سايغ، الناس غريبين، ودخلك في محلنا لقيتها في اليوتيوب دار اختم لك، لقيتها مش في اليوتيوب، جاب لأي واحد من أخواننا شيخ من مشايخنا أخونا مزمل حفظه الله تعالى، بعدين جاب لي المقطع جاي من القطينة وراني واحد. أنا أختم لك بيدي، وإن كان الكلام يطول، الشيخ قاعد صورة وصوت، قاعد ولابس نظاراته وملفح، طبعا بغشوم باللفحة دي بتلف إحدى، وده تلقاه يلمع نظيف الشيخ، ما شغال لا طلبة لا أي شيء، بياض زاي ومرتاح. بعدين يجي قال خاتين البيت قدامه شابة، والله شفتها بعيني صورة وصورة، وبيجاي أمها وبيجاي كمرة مرصوصات. بعدين جاب الحوار، جا خدت له منقد تاع نار، وجا خدت الحاجة اللي بيسموها بخرة دي، ما بخرة في الدين والله ما في، ولا في محاية في دين الله سبحانه وتعالى، ده كله شغل بتاع دجالين زاي. طب شلي محاية يا أخي يشربك له وهو يمشي الدكتور؟ تمش له وين الشيخ؟ والله مش الدكتور، ويجي شايل لك كيس بتاع حبوب وحقن، يدو حقن الشيخ ذاته، ويديك انت محاية لو هي اصلا بتشفي، كان مش دكتور ليه مش دكتور؟ من كلها لخبة زاي. ويموتوا في يموتوا في المستشفيات، تقال البرعي مات في المسجد، ما مات في وين؟ مش في سايرون؟ ليه مش المستشفى؟ ده مش سؤال، الناس دي ما بتركز ليه؟ البرعي مات وين؟ لو وصلوا الشغلة دي، شغلته دي نجيضة، كلها لخبة ساي. فخدت الولد الحوار، خدت المنقد ورمى لها الحاجات دي، بعدين البيت خدتها شابة قدامه، ده شايل له صوت. بعد ذاك خدت فوق لها شنو؟ على ده نختب، خدت فوق لها بطانية غتا تقيل، وغتاها ومشغلين النار جوا وشايل الصوت، بدي صوت بتكورك يا جماعة، زول في وضع زي ده ما بكورك؟ خاتين لك جوا بطانية وبخور وصوت بتاع عنج صفجك ويكورك البيت وتقحقح، بس مما قحقحت قال لا ده الجن. يا زول انت مجنون في راسك، وزول جوا في 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 دخان ما بقحقح، امسك الشيخ ذاته دخله جوا الشغلة دي ما بقحقح. انت تخش المسلمين يا اخي، مع زول خدته في دخان وفوق له بطانية، ما اصله بقحقح. والموضوع ده طويل وكله لخبة وهوس في نهاية الأمر، خلي الطرق دي كلها والجماعات أبقى حر مستقيم وأبقى تقي. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.